في البارسا. أوه لا لا، لأنه من يتحدث عن الريال الكرة خطيرة، كرة رائعة جدا من ليو. ميسي أمام كيلور ناباس، ميسي والكرة الداخلة وبين أحضان ناباس. بيرتو رونالدو مازال دائما تحت الصافرات مثل ما يصفر على ميسي في الصنوس مع مارسيلو. راح رونالدو ماهوش متسلل رونالدو. كانت هناك وضعية تطلبها جاريث بيل، يفضل رونالدو. رونالدو ولوكا مودريتش في القائمة الثانية. رونالدو راح جاريث بيل، دخل جاريث بيل. أوه كنت أعتقد بأنها تفتحت وضعية تسلل تسلل تسلل، هنا وضعية تسلل. سيرجي دخل، روبرتو مازال، سيرجي روبرتو، با 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 جول 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 جول. لعبة ثلاثية من أروع ما يكون. سيرجي روبرتو من كاتالونيا بعت الكرة للأوروغواي، من هنالك للويس سواريز القناص، لويس سواريز الخداع، لويس سواريز الماكر. جول أول لبرشلونة عند الدقيقة 10 من انطلاقة المباراة. إنه الهدف 24 للويس سواريز مع برشلونة. جول، يا له من جول. روبرتو كوتينيو يرجع لسيرجي. أوي أوي أوي. سواريز، جوردي ألبا طلب كوتينيو. هدف التعديل للريال، البلدوزر رونالدو هو الذي عدل النتيجة للريال. نعم رونالدو القاتل هو الذي يعدل النتيجة عند الدقيقة 15، مسجلا هدف 25، هدف ثمين لريال مدريد وهدف التعديل في ظروف صعبة مر بها الريال. لعبة رائعة من توني كروس في اتجاه رونالدو، من رونالدو لتوني كروس، من توني كروس لبنزيما، من بنزيما لرونالدو. ليو ميسي مع راكيتيتش. هيلو با 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 با. يو 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 يو. بالمليمتر حطها ليو في مارسيلو. اولا لا تاتي ناتشو من هنالك على الجهه اليمنى، ناتشو ورونالدو. اولا لا بنزيما مازال يرجع لتوني كروس. بين الفريقين. اوه با 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 با. اولا لا رونالدو وجه لوجه يضيع كرة جول ثاني للريال. توني كروس رونالدو. لا جوردي ألبا يلعب مع إنيستا، ميسي جوردي ألبا، جاريث بيل تلعب مع إنيستا، من هنالك رجعت مرة ثانية لكوتينيو. توصلت لناتشو، أطلبها من هنالك ناتشو. لوكا دخل مارسيلو، مارسيلو يا يا رونالدو بعيدة كتير. بوسكيتس، بوسكيتس، ميسي محاصر، توصل لإنيستا من هنالك. يا جاريث بيل هذه المخالفة صعبة. أمتيتي متسلل، أمتيتي متسلل، متسلل يا أمتيتي متسلل. سيد نفسك يا صامويل يا أمتيتي. مارسيلو وسيرجي روبرتو. مارسيلو بعيدة. رونالدو دفاع البارسا يتفرج والريال تستمتع وتمتع. رونالدو رائعة. ريال مدريد وكأنه يلعب في حظيرته في هذه اللحظات. استلمها يرجع لإنيستا، إنيستا جوردي ألبا طلبها على الجهة اليسرى منها من جاريث بيل. بنزيما. يو 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 يو. فرصة رابعة هائلة من كيلور نافاس. وصلت لكوتينيو. يو يو يو. توصل الكرة لسواريز، يرجع لكوتينيو. وضعية تسلل. يقول حكم المباراة لا يا سواريز، لا يا سواريز، لا يا سواريز، لا يا راموس، لا يا سواريز. الدقيقتان الأخيرتان من عمر الشوط الأول. طبعا ولو أن هذه نكهة تاع الكلاسيكو، هذه النكهة تاع الدربيات، هذه النكهة تاع المباريات الكبيرة. من لقاء الريال مع البارسا. هذا أو لو لو. ميسي بدوره يتلقى البطاقة الصفراء. هي العاشرة لليو ميسي أمام الريال في الكلاسيكو وهي الثالثة له هذا الموسم. الساري، هل سيندم ريال مدريد على تضييع كل هذه الكرات؟ وهي مرة أخرى خطأ آخر، أكيد ستكون هناك بطاقة حمراء. البطاقة يخرجها حكم المباراة في وجه سيرجي روبرتو هي الحمراء. هل يزلزل رونالدو الكامب نو؟ برشلونة يلعب بتير شتيغن وانطلاقة خطيرة. مارسيلو
ثمار ما يقول حكم المباراة لعب بعشر لاعبين. راكيتيج انطلق عنده الكرة الآن. راكيتيج والحكم يقول بنزيما ومارسيلو. بنزيما مارسيلو أرضية ترجع له وصل لسواريز. إنييستا استلمها. ليو ميسي تقبيل أسينسيو با 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 يصل سواريز يلعب لا 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 با 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 جول لا 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 هذا فيلم رعب وليس مباراة. ريال مدريد بعد 10 لاعبا البارسا بعشرة ولكن ميسي يسوى عشرة. هل أخطأ سواريز أم لا؟ الحكم قال لا. ميسي استلم ميسي دخل ميسي راوغ ميسي سدد ميسي سجل ميسي منح الفوز ليو 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 سواريز با 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 وضع التسلل وضع التسلل رفع الراية الحكم لا غبار على تتويجها بلقب الدوري. بنزيما يلعب لناتشو سواريز راح سميدو ترجع له با 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 ياي ياي اصطدم القطار. باولينيو بكيلور نافاس بنزيما دخل بنزيما راح بنزيما مارسيلو ومارسيلو راكيتيج بوسكيتس بوسكيتس ليو 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 ياي ياي قدم ميسي 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 او بنزيما مازال يوصلها لجارد بيل اي 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 لا يقول حكم المباراة. ملايين المشاهدين في اكثر من 140 دولة طبعا من بينهم بنزيما مع جارد بيل التوزيع القائمة الثانية اسينسيو وسيميدو مارسيل ليو 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 با 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 ضيعتها ليو. ليلة رعب كادت كيلور نافاس راكيتيج وسواريز لم يسمعونا معنا يتابعونا معنا هذا النقل ليو ميسي وبابا جول جارد بيل يباغتني ويباغت البارسا ويباغت مارك أندري تير شتيغن ويسجل جول هدف مباغت ورائع يا جارد بيل فعلها الويلزي وسجل جول 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 لجارد بيل الذي يسجل هدف الثاني لوكاس فاسكيز دخل فاسكيز وبا با 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 الحكم ماذا قال ولا شيء يا مارسيلو الحكم أليخاندرو هرنانديز يقول ليس هناك ضربة جزاء أم لا فما بالك بيحكم حاجة يا جارد بيل يا جارد بيل يا جارد بيل بومبيو تموقعه وتمركزه مساندته أيضا لحامل الكرة مساندته كمدريج توني كروس مازال تمريرة ممتازة في اتجاه لوكاس زالو كريم يلعب مع لوكا لوكا وصل عليه لوكاس فاسكيس لوكاس فاسكيس والكرة تلعب ركنية مع لوكاس لوكا مدريج مارسيلو بيمنها يغير تماما للوكاس فاسكيس والتصيدة الجهة اليمنى ليو 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 با 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 رايعة هاي واحدة تيجي لعبة بينية مع ليو في الزاوية المغلقة ضربها ليو وبالرجل اليمنى ضربها ليو وكاد راكيتيج في تنفيذ الركنية من هنالك البعيدة برا بنزيما يرجع لمارسيلو هاي كرة جول لوكاس فاسكيز ركنية اسينسيو الريال يريد ان يسلق لقطر المباراة وفي